أنا اسمي خليل عبدالخالق، أنا أستاذ مساعد طب الأطفال جامعة القاهرة. مبسوط جدا إن أنا النهاردة في بيديا إيجيبت، وأكتر حاجة بتبسطني في بيديا إيجيبت إن كل سنة بيكبر عن السنة اللي قبلها. أكتر حاجة بتبسطني إن كم العلم اللي بيتلقاه الناس، كم الأسئلة، كم الانتراكشن اللي بيحصل مهول. ربنا يا رب يبارك لكل حد بيساعد في القصة دي، سواء بالحضور، سواء بإلقاء المحاضرات، سواء بالتوضيب، سواء بالشركات السبونسرينج، سواء كل حاجة. ده يعني محفل علمي أكتر من رائع، وإن شاء الله السنة اللي جاية نشوف الجديد ونشوف الجميل. ربنا يوفق الجميع. التطور في كل حاجة، من بدء الإعلان عن المؤتمر، من بدء المتحدثين، من بدء السبيكرز، الوركشوبس، كل مرة الجهة المنظمة تتميز إنها بتعرف الكاستمرز أو الدكاترة إيه المعلومات اللي هم عايزين يعرفوا وبيجيبوها. أي معلومة بتأثر على الخدمة الصحية دي حاجة كويسة، فدفنتلي بيأثر على معلومات الناس، بيعمل لها أبديت، بيقابلوا ناس، بيسألوا، بيحصل انتراكشن. الطب من العلوم اللي بتحتاج طول الوقت إن أنت تحط الناس في أوضة ويقعدوا يتكلموا مع بعض ويرينيو الأفكار بتاعتهم.